شخصيات اللي معروفة من الخاص والعام عندها مسؤولية خطيرة فيما كنا أو كانت البلاد تعاني منه. يعني كان واحد ماهوش هوني أو كان في داره في داره واللي مشدود هذه المواطن وقت يسمع وإلا يشوف مثل الأمور هذه يعني شيء طبيعي كونه الثقة بتاعه تتزعزع. علاش البطل؟ احنا قاعدين نستخبره والعلم اللي قاعد يبلغنا هو كونه الحكام اللي ينهيه بالملفات هذه في نفس الوقت عنده من الملفات العادية. وجي حاكم تعطيه 100 دوسي على الطاقة وتقول له هو عندك 10 ملفات معه مش يبدا ومش باش يخلي. يا اخويا هذوما خصوهم للقضية هذه. ما نحبوش محاكم استثنائية. داكور متفقين. لكن يا اخي نكلفوا ناس من مستوى عالي مش قضية كذا بل قضية مسألة التحقيق والإسراع في الملفات. ما نحبوش التسرع احنا. نحبوا الإسراع في إطار القانون. أما هل البطء هذا المتناهي يلزمنا نخرج منه لأنه هو بنفسه يغذي أزمة الثقة.